أهلا بكم، معكم دينا القصوص في حلقة جديدة من منشط أحمر، ونبدأ بالعناوين. برلمان كردستان يصوت على مسرور البرزاني رئيسا لوزراء الإقليم ويخوله بتشكيل الحكومة. الحلبوسي يؤكد كلما كان القرار السياسي موحدا في بغداد ستشعر باقي المحافظات وأقليم كردستان بالأمن. في الذكرى الخامسة لسقوط الموصل بيد داعش، سائرون تطالب بفتح الملف، وعلاوي يحذر من خطورة عودة الإرهاب. الولايات المتحدة تؤكد أن الحل الوحيد مع إيران هو توقيع اتفاق جديد يشمل وقف كل التهديدات التي تشكلها. أهلا بكم. 5 سنوات على أكبر صدمة واجهها العراقيون في التاريخ الحديث، مدن عراقية تتساقط واحدة تلو الأخرى بيد الإرهاب، بدءا من الموصل وانتهاء بأطراف بغداد، قبل أن تتوالى سلسلة الكوارث من دمار للبنى التحتية وتأخر للإعمار جراء قلة التخصيصات والفساد. يؤكد مواطنون موصليون أن من يتجول في شوارع الجانب الأيمن من المدينة يعتقد أن الحرب انتهت بالأمس، وأن ما يقرب من 2 سنين على التحرير لم تتمكن الحكومة فيها من إعادة أبسط الخدمات الأساسية إلى المواطنين، فيما لا تزال مئات الجثث تحت أنقاض المباني المهدمة. نتابع تقرير جمال البدراني. مضت 5 سنوات على احتلال داعش لمدينة الموصل، ثاني كبريات مدن العراق. في مثل هذا اليوم من العام 2014 كانت السماء ملبدة بسحب الدخان المتصاعد من العربات العسكرية المحترقة في الشوارع، وقوافل المدنيين النازحين لها بداية وليست لها نهاية. هاي 5 سنوات على سقوط الموصل ما شفنا أي تحسن أو أي تقدم، لا بالخدمات لا بالإعمار. الناس مهجرة، الأيمن كله لحدنا مدمر، لحدنا في عوائد تحت نقاط. وين المسؤولين؟ وين المسؤولين عن المدينة؟ يعني أي واحد ننتخبه ونجيبه ونقعده على المنصب بس يدور مصلحته الشخصية؟ الموصليون يؤكدون أنهم ليسوا بحاجة لذكرى تعيد لأذهانهم تلك الفترة المظلمة التي عاشوها تحت سيطرة داعش، والسبب أن شواهد تلك الفترة ما زالت شاخصة أمامهم حتى يومنا هذا. فالبنى التحتية مدمرة والصروح الدينية والحضارية مهجورة في ظل آلاف الأرامل والأيتام والمعاقين والنازحين. طبعا هي مر 5 سنوات على سقوط الموصل، لحد الآن ما شفنا أي التفاتة من الحكومة العراقية. بين الأمس واليوم لم يتغير الكثير، لا سيما بما يخص دفع فاتورة الأحداث المأساوية التي تكفل بها سكان الموصل لا غيرهم. ورغم الجراح والصدمات يواصلون الحياة على أمل أن تحل الذكرى السادسة وقد تلاشت مظاهر الإرهاب. آلاف الناس مهجرة، عوائل مهجرة، بيوت مهدمة، الحكومة حشوه الميدان. هذا حال يوم صبح اللي حكى علينا الميدان، خرابة من خرابة إلى مكة. وين المليارات؟ وين البلوغ اللي استلمها هذا المحافظ؟ اتكلم اليوم عن جد من الريس. 5 سنوات مرت من عمر الموصل وما زال الألاف مشردا بين مخيم أو سقيفة تأوي. 5 سنوات مرت وما زال الحديث عن إمكانية عودة داعش. 5 سنوات وما زال هذه المدينة تقدم القرابين. من الموصل جمال البدراني، الشرقيين. إذا مشاهدينا سنتحدث في هذا الملف، هو اليوم الذي يستذكره العراقيون بكل أسى وبكل أيضا فخر لإعادة تحرير الموصل. سنتحدث في هذا الموضوع مع الباحث إياد العناز. أهلا بك معنا.
بداية سيد إياد، في مثل هذا اليوم تغير حال الموصل، ولكن إلى اليوم هناك مخيمات مليئة بالنازحين، لا خدمات، لا بنى تحتية، لا عيش كريم للموصليون في هذه المنطقة. لماذا تركت الموصل لهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير وتحياتي لك ولمشاهدي القناة. أنا أقول أنه ما حدث في الموصل بداية هو مشروعا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تدميريا عاشته المدينة قبل 5 سنوات عندما تركت فريسة للإرهاب، وعندما تركت لتعاني ويعاني أهلها الأمرين في حياة صعبة شابها الإرهاب وشابها الظلم والتعسف الاجتماعي. تركت هذه المدينة إلى حياتها ومستقبلها المظلم، ولم تكن هناك أدوات عسكرية ولم تكن هناك أمنية ساهمت في عملية انتشال هذه المدينة، فكان مشروعا تدميريا وكان مستهدفا فيه مدينة الموصل بتاريخها وحضارتها وأهلها. هذا الموضوع يعني يسحب لنا إلى ما تفضلت به، ماذا حدث بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ وهذا لم يكن هناك أي اهتمام آخر، بل زادت معاناة هذه المدينة. عندما تتكلم عن 3 سنوات كانت 3 سنوات عجاف عاشها أبناء المدينة بين رعب وبين خوف وبين ترقب، بين ترك وعدم اهتمام وعدم مراعاة إلى حياتهم، تركوا إلى مستقبل مظلم. وبالتالي كانت الأحداث ووعدوا أنه عندما تنتهي العمليات العسكرية سيكون مستقبلهم أفضل، ستكون حياتهم أحسن، سيعوضون وكذا. ونعلم كذلك أن لا تعوض الحياة ولا ممكن أن يعوض الشهداء من المدنيين، ولكن قلنا لنستمع ولنرى. فماذا حصل؟ لا زالت المدينة تؤن، ولا زالت المدينة وأهلها هي أسيرة إلى الدمار وللتدمير، لا زالت هي أسيرة إلى الأحداث التي لا زالت تعيشها. على العكس، تطور الآن الوضع وأصبح الوضع الآن الأمني أكثر صعوبة، أصبحت التداخلات والتجاذبات السياسية تلعب دورا في مستقبل المدينة، أصبح المواطن الآن يخشى على حياته أكثر مما كان يخشى عليه قبل بدء العمليات العسكرية. لماذا؟ لعدم وجود رؤية سياسية وعدم وجود رؤية اقتصادية لكيفية معالجة الأوضاع في مدينة الموصل. لازلنا لحد أن نتكلم عن 650 ألف نازح في مدينة الموصل لم يعودوا إلى دورهم، لازلنا نتكلم عن عدم وجود إعادة البنية التحتية في الجانب الأيمن الذي شهد تدميرا كاملا في أحياء سكنية طالتها 23 حي سكني دمر تدميرا كاملا، وأتكلم عن أكثر من 45 ألف شهيد مدني تحت الأنقاض، لا زالت العديد من جثثهم موجودة ولم تخرج. إلى قبل أيام رأينا صورة مؤلمة حقيقة لإمرأة يتشبث بها ولديها وأخرجوا من الأنقاض. نحن على علم أن العراقيين لديهم القوة الكاملة لإعادة إعمار أي منطقة تهدم في العراق وخاصة في الموصل، ولكن بالطرف الآخر هناك صراع سياسي هو ما يؤدي إلى لربما أيضا عدم وجود أمن قوي في الموصل. ما هي العوامل برأيك التي تؤدي إلى عدم إعادة إعمار الموصل والوصول إلى هذا الحال؟ أولا، هناك مبدأين كان تتسم بها العملية السياسية في العراق، وهذين المبدأين هما الطائفية السياسية والتوافقات السياسية التي جعلت من عملية سياسية كما نعلم هي أصبحت تشكل ثقلا على المواطن العراقي، وأصبحت لا تحقق مدياتها في إسعاد المواطن كما تحدث. إن كان يتحملها الاحتلال الأمريكي بعد العراق، ويتحملها السياسيون الذين جاءوا في 6 حكومات لم تحقق شيء للعراقيين غير ما نرى من سفك للدماء وهدر الأموال العامة ولتهريب الأموال ولعدم وجود ملامح لتطور اقتصادي واجتماعي، عدم وجود بناء إلى بنية حضارية وبنية تنموية زراعية صناعية تجارية، لا يوجد ذلك. انعكس هذا الأمر باقي المدن العراقية على مدينة الموصل. المدينة الموصل كما تفضلت، العراقيون بنات، ناس يعشقون الحياة، يعشقون التطور. العراقيون ناس يعشقون القانون، لا يستطيعون أن يعيشون في فوضى ولا يستطيعون أن يعيشون في عملية عدم وجود أسس لحياة، ومنها مدينة الموصل، مدينة الحضارة، مدينة التقدم، المدينة التي عاشت وتعيد الآن تحاول إعادة نفسها. بماذا؟ بأيدي أهلها. الآن الذي يبني مدينة الموصل هم أهلها، الذين يبنون الأسواق التجارية ويعودون حياة لها أهلها، الذين بدأوا بتنظيف الشوارع والحدائق والمنتزهات أهلها،
الذين الآن يعملون على إيجاد عملية ترتيب وتنظيف لكل جميل فيها وعادته إلى بهيئة المدينة. حتى في بعض الأحيان تسابق كثير من الإخوان المتمكنين ماديا في مدينة الموصل وعملوا على إيجاد جمعيات تعاونية في سبيل إعادة بناء بعض الدور، إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية. هنا نتكلم عن إرادة شعبية، هذه الإرادة الشعبية يجب أن تكون متوازية مع دعم حكومي. لا يوجد لحد الآن دعم حكومي وإسناد حكومي بعد انتهاء العمليات العسكرية، ولا يوجد لحد الآن آلية لكيفية إعادة الحياة إلى مدينة الموصل. لذلك نراها الآن نتكلم عن ماذا الجسور التي، هل الجسور عادت إلى حياتها؟ 5 جسور لم تعود إلى حياتها. كذلك نتكلم عن 306 من المدارس حطمت على جميع مراحل الدراسية لم تعود إلى ذلك. الآن 8 مستشفيات عاطلة عن الحياة وإدامة الحالة الصحية للمواطن. كيف نستطيع أن نؤمن حياة المواطن إذا لم يكن هناك تأمينا صحيا وتأمينا تعليميا؟ كذلك عدم وجود كما تفضلتي الحالة الأمنية التي يعيش المواطن، تعدد الأجهزة وتعدد القرارات السياسية، وجود التجاذبات السياسية، الصراعات التي يعيشها أبناء المدينة بسبب الصراعات السياسية. نعم. التي أحكمت الحياة في مدينة. لابد من وجود اتفاق، لابد أن يكون هناك اتفاق سياسي لإعادة إعمار الموصل يدا بيد مع أهالي الموصل. أيضا نرحب بانضمام ضيفنا من بغداد النائب السابق محمد نور العبد ربه. أهلا بك معنا سيد محمد. سيد محمد، هناك من يقول أن أيضا البعض من أهالي الموصل هم من ذهبوا بعيدا عن الموصل ربما خوفا من التدهور الأمني والصراع السياسي إلى آخره، واليوم أصبحت هي بيد جهات سياسية تنهب من خيرات هذه المنطقة وأطماع سياسية لربما لمستقبل إعادة إعمار الموصل. ما رأيك بذلك؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام وعلى ضيفك الكريم. يعني حقيقة اليوم إذا أردنا أن نتحدث في هذا المجال نذهب باتجاه الحكومة المركزية ومسؤولية الحكومة المركزية تجاه محافظة نينوى والموصل تحديدا، وأنا استعرض بعض الإشكاليات وبعض المواقف من قبل الحكومة ومن قبل الأهالي. اليوم إذا أردنا أن نذهب إلى الجانب الإيجابي، هناك وجهان إيجابيان نستطيع أن نحدد النقاط تجاه هؤلاء هذان الجانبان. هما الجانب الأول هو القضاء على عصابات داعش وعدم وجود حاضنة مستقبلية لمثل هكذا عصابات، هذا من ناحية. الجانب الآخر زيادة اللحمة الوطنية بين الشعب العراقي وبين القطاعات الأمنية تختلف عما كانت عليه في السابق، أي قبل عام 2014، وهذا كان امتداد وأحد الأسباب التي أدت إلى سقوط محافظة نينوى. والمحافظة الأخرى هي عدم الانسجام الوطني من القطاعات الأمنية والعسكرية في تلك المناطق مع المدنيين. لنذهب إلى الاتجاهات السلبية الأخرى، اليوم بعد مرور ما يقارب السنتان لم نشاهد لأحد الآن، تفضل ضيفك، فيما يخص مثلا إعمار مدينة الموصل، سواء فيما يخص الجسور، سواء فيما يخص المستشفيات، سواء ما يخص المدارس، سواء ما يخص بعض المناطق المهدمة بشكل كامل، تعويض هؤلاء الأهالي حتى بمبالغ بسيطة. اليوم عندما نتحدث عن إنسان عمره 50 سنة أو 60 سنة استطاع خلال هذه الفترة كلها أن يعمر لبيت، أثناء العمليات العسكرية تم تدمير هذا البيت أو هذا الدار أو هذه الآلية العائدة لهذا الشخص، دمرت بشكل كامل، إذا انقطع مصدر الرزق بالنسبة لهذا الشخص. اليوم الحكومة أيضا لحد الآن لم تراعي ما ضحى به المدنيين، هناك تضحيات من القوات الأمنية نعترف جميعا بتحرير هذه المناطق، لكن بالمقابل المدني أيضا هو ليس مذنب في عملية استيلاء وسيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى. ونذهب إلى اتجاهات أخرى كثيرة، لكن أختصر بعض الاتجاهات وأعود أدخل في التفصيل إذا سمح الوقت. اليوم مدينة الموصل الكل يعلم أنها مدينة الضباط، وهي أهل الموصل يعشقون الخدمة العسكرية، يعشقون الرتبة العسكرية، بالمقابل والعكس صحيح. يعني عندما تأتين إلى وحدة عسكرية سابقا كنا ننظر انضباط هذه الوحدة في أغلب الوحدات العسكرية أنه الأمر مال هذه الوحدة هو من محافظة نينوى ومن الموصل تحديدا. اليوم نبحث عن رتبة معينة في محافظة نينوى برتبة لواء ركن، لا نجد شخصية وحدة أو اثنين في محافظة نينوى التي كانت تزدهر بالضباط، وكان عدد كبير من أبناء نينوى هم من يتسلمون المواقع الرئيسية في الـ 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 في وزارة الدفاع. لذلك اليوم عندما نبحث يجوز نبحث بالمجهر على ما لقينا ضابط أو ضابطين. أعود وأقول الكتل السياسية لها مصالح في محافظة نينوى
تريد أن تنفذ هذه المصالح وأجنداتها داخل المحافظة. اليوم قد يكون مجلس محافظة مقيد وحاصل تحت ضغوط معينة، سواء بالتهديد، سواء بالترغيب، سواء بفساد، بأي طريقة ممكن أنه نصور هذا الموضوع. لكن المستقبل أعتقد يختلف تماما. اليوم المواطن ابن نينوى والموصل يعني أخذ درس واضح وأمام الجميع، أنه من سيدافع عنه هو ابن المحافظة، ابن مجلس المحافظة البرلماني. ولذلك في المستقبل سيكون الاختيار يختلف عما كان عليه في السابق. نعم السياسة مفتوحة للأطراف جميعا، لكن اليوم أنا أدافع عن بلد، أدافع عن العراق، وجزء من هذا البلد الذي أدافع عنه أنا أدافع عن نينوى باعتبارها محافظتي، وأدافع عن الموصل باعتبارها مدينتي. الآخرين كذلك نفس الشيء. ولذلك الكتل السياسية تريد أن تهيمن على نينوى، ولكن أنا أعتقد إصرار أهالي نينوى وتوحدهم المستقبلي في كثير من الأمور لن يسمح للكتل السياسية الخارجية عن محافظة نينوى أن تسيطر عليها مستقبلا. قد تكون هي فترة مؤقتة، قد نكون أمام مزايدات يعني سياسية. فترة مؤقتة سيد محمد. سيد محمد، هي ليست فترة مؤقتة، نحن نتحدث عن سنتان من لحظة تحرير الموصل إلى اليوم. سيد إياد، سنتان لم يتم إعمار الموصل. سيد إياد، سيد محمد يتحدث ويضع اللوم على السياسيين الذين لديهم أطماع داخل الموصل، ولكن الشعب وحده يستطيع إعمار العراق، لكن هو بحاجة إلى مساندة سياسية وإلى اتفاقات سياسية. نتحدث عن سنتان إلى اليوم ولم يحدث هناك إعمار، ما الخطورة من الأيام المقبلة؟ بداية تحياتي للأخ محمد، والحقيقة أنا هنا أشير إلى أن الوعي الإدراك الذي تعيشه مدينة الموصل الآن وما عانته بعد انتهاء العمليات العسكرية وما جاء في حادث العبارة، هذا كله أصبح هناك وسطا شعبيا جماهيريا يستطيع فيه المواطن أن يتحسس أنه بدأ يعلم الهدف وأنه مستهدف بمشروع سياسي يريد البقاء على مدينته الضعيفة، عدم وجود مشاريع تنموية فيها، عدم البدء بإعادة بنيتها التحتية ضمن ما يهواه السياسيون الذين يحاولون السيطرة على هذه المدينة ببعض من مصالحهم وبعض من توجهاتهم. ولكن أنا أقول هنا هذه الأمور أصبحت الآن واضحة المعالم، وأصبحت صورة واضحة للمواطن في مدينة الموصل أنه يعلم جيدا أنه هو المستهدف. محافظة نينوى يحاول آخرون أن يلعبوا على ما وتر مهم جدا، هو كما قلت سابقا النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي الآن في مدينة الموصل هو أكثر تماسكا. نعم المدينة فيها العديد من القوميات والأديان والطوائف والنحل، هذه كلها الآن تتوافق وتعلم جيدا أنه هي الآن المستهدفة. يعني عندما نتكلم عن مناطق معينة وعن مناطق في محافظة نينوى، قد تستهدف في سهل نينوى، قد تستهدف في منطقة تلعفر، في مناطق سنجار، في مركز المدينة، في أطراف مدينة الموصل، في الحضر، كلها هذه في الجيارة، هذه كلها مجموعة من عوائل وعشائر طيبة تعلم حقيقة الأمر. إذن المفروض على الحكومة في بغداد أن تنتبه إلى ذلك. الآن على الحكومة في بغداد أن تراعي هذا الوعي والإدراك. هذا الوعي موجود، ولكن كما قلت تتصف هذه المدينة كما يتصف أبناء الشعب العراقي بالحكمة، يتصفون بالمروءة، يعني يتصفون هذا التعدد بالصبر. الذي تحدثت فيه عن الموصل هو يقوي الموصل. نتمنى أن تعي الحكومة هذه النقطة في توحد أهل الموصل في بناء الموصل. سيد محمد، هناك مطالبات بعودة فتح ملف التحقيق من جديد عندما سقطت الموصل، وهناك من يقول أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة الإرهاب إن بقيت الموصل على هذه الحال من أطماع سياسية وفقدان الأمن فيها. ما خطورة ما سيأتي من الأيام على الموصل؟ يعني أتحدث عن الخطورة ثم أتي إلى موضوع ملف الموصل. الخطورة نعم لا نقول أن تعود داعش، لأنه أهل الموصل رافضين لهذا الشيء، ولا أعتقد يقبل المجتمع الموصلي أو مجتمع نينوى أو أي مجتمع آخر بالإذعان إلى أي منظمات إرهابية أخرى. لكن نعم هناك تذمر نوعا ما بدأ لدى المواطن. يعني الآن أنطي مثل
اليوم أنا مواطن أروح أريد أطلع لي جواز سفر، أنا أتمنى أنه تسمع الحكومة والجهات المعنية هذا الموضوع تحديدا. مواطن أروح أطلع جواز سفر يروح يقولوا لي روح جيب مثلا سلامة موقف، أنه أنت ما مطلوب، أروح أجيب سلامة موقف أتأخر يوم أو يومين في بعض الأحيان إذا مش الطبيعية، هذا في حال إذا ما دفعت رشوة راح تجيب سلامة موقف ده يطلع لي الجواز، أروح أطلع هوية أحوال مدنية أيضا يقولوا لي روح جيب سلامة موقف، أروح أجيب سلامة موقف مرة أخرى، أروح أطلع جنسية عراقية أيضا يروح يقولوا لي جيب سلامة موقف، أروح أراجع التقاعد روح جيب لي سلامة موقف. وهكذا أنا أقول للحكومة خل تسمع، كثرة التعقيدات الإدارية هي جزء كبير من الفساد أو هي من تشجع الفساد، ولذلك اليوم مضى سنتين ما منطق اليوم أنا ما أعرف هذا مطلوب لو ما مطلوب، هذا داعشي لو مو داعشي، أنا عندي سيستم نظام يفترض هذا السيستم مرة واحدة يجي للمواطن، هذا المواطن عليه شبهات عليه شكاوى نعم ما عليه يبين خلاص، أنا مو في كل دائرة يروح المواطن يراجع بها الضريبة، أنا تكلمت يعني عن جزء بسيط لكن في كل دوائر نينوى هذا الشيء موجود، هذه حالة. الحالة الثانية هناك ابتزاز من بعض ضعفاء النفوس، أنا حتى لا أشخص الكل يعني بالمقابل أكو ناس خيرين وأكو ناس وطنيين يعملون في 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 الدولة العراقية سواء فيما يخص العمل الاستخباراتي أو العمل الأمني وما إلى ذلك، لكن بالمقابل هناك قسم أيضا ضعفاء النفوس يستغلون المواطن ويحاولون أن يبتزون هذه المواطن، هناك جهات بعض الأحيان تدعي انتماءاتها إلى فصائل مسلحة إلى جهات رسمية، قسم منهم من أهل الموصل يعني مثل ما يقول يرتجون على بعض الجهات ويقومون أيضا بالسيطرة على بعض مقدرات نينوى الاقتصادية. كما أسلفت الإعمار لحد الآن بمستوى لا نستطيع أن نقول أكثر من 5%، أبناء نينوى أيضا يريدون أن ينخرطون في كل مفاصل الدولة العسكرية الأمنية المخابراتية، شباب خريجين بحاجة إلى توظيف بحاجة إلى عمل، كل هذه المقومات اليوم عندما أريد نبحثها ونرجع مثلا نرجع إلى عام 2014 ما الذي أدى إلى سقوط الموصل؟ كان هناك يعني كانت هناك أزمة سياسية، اليوم ما موجودة أزمة سياسية بالمستوى اللي كانت عليها قبل 2014. من نتحدث عن التعامل بين المواطن والمنتسب الأمني اليوم العلاقة أفضل، لكن هناك بعض الجوانب اللي موجودة، هناك جيوب لعصابات داعش موجودة في أماكن، وهناك نقطة مهمة اليوم قسم من الذين كانوا يساندون عصابات داعش اليوم أيضا يحاولون أن يكون مصادر لدى القوات الأمنية، فهم يلعبون على كل الأحبال مثل ما يقول بالعراقي، من تجي داعش هم مع داعش، من تجي القوات الأمنية هم مع القوات الأمنية، وبدأوا يزودون القوات الأمنية بأسماء أشخاص هم ضد داعش لكن حتى يوقعوهم. هذا نقطة أيضا نتمنى أن تنتبه القوات الأمنية. خطير القضاء جدا في الموصل نعم. حقيقة لديه جهود كبيرة جدا، إذا سمحتي بعض النقاط تفضل. القضاء لديه جهود كبيرة جدا، لكن بنفس الوقت هناك أعداد كبيرة من الموقوفين المحالين إلى المحاكم أو في مراحل التحقيق يأخذون وقت كبير جدا، قسم منهم يصل إلى سنة، قسم يصل إلى 6 أشهر، قسم يصل إلى 8 أشهر. مع العلم أستطيع اليوم أستطيع أن أنجز هذه إذا ما توفرت بعض الإمكانيات التحقيقية للقضاء في نينوى أنه تنجز خلال 2 أو 3 أشهر، وبذلك هؤلاء عبء على الدولة من ناحية المصاريف، من ناحية تحقيق الأمن، من ناحية الحراسة اللي عليهم، ولذلك نطلب أيضا من مجلس القضاء الأعلى أن يدعم القضاء في نينوى بقضاة آخرين وببعض المحققين. تشابه الأسماء اللي كان موجود أعتقد مرحلة انتهت الثلاثي، بدأنا نبحث عن الرباعي أيضا، يعني هذا مشكور القضاء تدخل بهذا الموضوع ومجلس الوزراء، لكن لدينا إشكاليات أيضا اليوم بمجرد الادعاء على شخص معين يروح يحضر للمحكمة يمكن هذا الشخص يتوقف سنة أو سنة ونص بعدين يطلع مفرج عنه، أنا أقول بدل أن نجيب هذا الشخص عندما يتهم خلي أجمع عليه معلومات، خلي أدور عليه هل فعلا هذا الشخص كان منتمي لداعش كان مناصر لداعش، بدل ما أروح أجيبه ووقفه سنة وعطل الإجراءات أو يصير عندي حمل بالإجراءات القانونية. هذا من أكو بعض الأمور اللي يجب أن تتابع من قبل الحكومة المركزية لمساندة المواطن، لأن المواطن اليوم يحتاج الحكومة المركزية. فيما يخص ملف سقوط الموصل، إرادة الكتل السياسية شيء وواقع الحال شيء، الأمور واضحة، هناك جهات معنية مختصة
هي سبب في سقوط محافظة نينوى والمحافظات الأخرى، لكن هنا إرادة الكتل السياسية لن تسمح بهذا الشيء. ولذلك عندما كان تقرير في الدورة السابقة وأعد هذا التقرير وأخذت إفادات كثيرة سواء على المستوى العسكري أو على المستوى المدني، شاهدنا النتائج وأدين من الناحية اللفظية من ناحية البرلمان واللجنة التحقيقية أدين قسم من المسؤولين، لكن أين وصلنا؟ الملف سقوط الموصل أصبح على الرفوف، لم يتحرك فيه أي ساكن. يفترض من وزارة الدفاع أن تشكل مجالس تحقيقية على الضباط الكبار الذين كانوا ينتمون لها في ذلك التاريخ والذين كانوا هم أساس إدارة الملف الأمني وهم من يتحملون المسؤولية. نعم، هناك حقيقة، هناك سيد محمد هناك مطالبات بعودة فتح الملف، ولكن الأهم أن لا يكون هناك أيضا مشاكل سياسية على فتح ملف التحقيق كما حصل سابقا. سيد إياد، هل يكفي استذكار هذه الحادثة لنقول أن الموصل هي موجودة وليسمع السياسيين أن الموصل بحاجة لإعادة إعمار وآثار الدمار ما زالت موجودة في الموصل؟ يعني نحن نقول أن الاستذكار إسقاط مدينة الموصل يعني لا بأس بها، أنه كحالة لا تهم مدينة الموصل فقط وإنما تهم العراقيين كاملة، لأن هذا الموضوع يتعلق بالأمن الوطني والأمن الداخلي وحياة المواطن والشعب، لأن التضحيات كانت كبيرة ليست فقط بالتضحيات بما عانته المدينة فقط من أموال وفي بنية تحتية، أنا أتكلم عن ضحايا مدنيين وعن ضحايا ذهب وجرحى وقتل كلها كل الآن اللي قدمت وكل التضحيات التي ساهمت في عودة المدينة، كل هذه فلا تكون امام ما يقول انه 300 مليار دولار كانت يعني كانت تضحيات الماليه لهذه المدينه او لمدينه او لعموم العراق. هنا انا ارجع الى نقطه مهمه، عندما نستذكر حاله يجب ان نكون امام وقائع حقيقيه. المواطن الان ان كان في مدينه الموصل محافظه نينوى وان كان في محافظات التي شهدت العمليات العسكريه، عليه ان على الحكومه العراقيه وحكومه بغداد ان تسعى الى ان تكون واضحه معه، ان تسعى الى احترام انسانيته وادميته، ان تسعى الى ان يكون له شان في هذه الحياه. كيف؟ انا عندما اطالب باعاده رسم معالم الحياة في هذه المدن ومنها محافظة نينوى ومدينة الموصل، علي أن أعطي صورة صحيحة إلى اللجان التحقيقية التي حققت في عملية إسقاط الموصل، ما هي كانت النتائج؟ المواطن لحد الآن لم يطلع على النتائج والإفادات بالتفصيل، لم توجد هناك محاكم حقيقية إن كانت محاكم عسكرية أو مدنية، القضاء العراقي أين هو؟ مجلس النواب أين هو من هذه اللجان، هذه اللجنة المهمة؟ هذه اللجنة لا نحتكم فيها إلى أسماء ولا نحتكم فيها إلى شخصيات، نحتكم بها إلى حق الشعب العراقي. أنا لا يهمني هذا من تكون هذه الشخصية سياسية أو ما هو نفوذها السياسي أو ما هي مواقعها، بداية من القائد العام في وقتها القائد العام قمصحي وإلى أصغر ضابط أو إلى أصغر جندي كان في مدينة الموصل أو في مدن الأخرى كصلاح الدين وكديالة وكمحافظة الأنبار. هنا على الجميع أن يكونون القياديين الميدانيين العسكريين، ماذا فعلوا؟ لماذا سلمت الموصل؟ لماذا أسقطت مدينة الموصل؟ لماذا تركت الموصل هكذا؟ ما هي الأسباب؟ نعم هناك أسباب، نعلم جيدا أن هناك الأسلوب الذي كان يتبع من العديد من القطاعات العسكرية ومن أفراد القوات الأمنية والعسكرية في عملية كيفية معاملة أبناء المدينة في عدم والتعسف الذي نالوه من تصرفاتهم، من الاعتقال، من الاغتيالات، من التحقيقات، من الزج فيهم في السجون بقضايا بريئين منها، وبالتالي أمام ماذا؟ أمام عملية الاستغلال وعملية الرشاوي وعملية الأتاوات اللي كانت تأخذ والتدخل في حياتهم الداخلية، كل هذه الأسباب كانت سببا في ما آلت إليه مدينة الموصل. ولكن بالتالي لماذا تترك المدينة وكان هناك فرقة عسكرية كاملة داخل المدينة، فرقة ثانية وفرقة العسكرية الثالثة وهي خارج مدينة الموصل في منطقة الكشك، وهناك الفرقة الثالثة الاتحاد شرطة اتحادية إضافة إلى كثير من القطاعات العسكرية والقوات الأمنية وقوات الشرطة المحلية، أين ذهبت هذه القوات عندما دخلت مجاميع إرهابية إلى مدينة الموصل ولماذا تركت هذه المدينة؟ إذن علينا أن لا نخفي الحقائق عن المواطن، وبالتالي أن لا نقف أمام
أمام استحكامات وتأثيرات سياسية وتجاذبات سياسية تذهب بها حقوق المواطنين، كما ذهبت لجنة تقصي الحقائق لحد الآن ولم تناقش في مجلس النواب بسبب اعتراض العديد من الحركات السياسية وقالت الميليشيات فيها. نعم سيد محمد، إحقاق الحق والعدالة هي مقدمة لإنصاف أهالي الموصل، ماذا بعد من تعويضات وإعادة إعمار وإعادة فتح ملف التحقيقات؟ هل سيكون هناك خلافات سياسية حول ذلك؟ يعني هو لو كان إحقاق الحق احنا ما نحتاج نتحدث ونتكلم بهذه الطريقة او غيرنا يتحدث، وحتى ما اعتقد تكون هناك قنوات إعلامية تبحث هذا الموضوع. هو المشكلة احنا فاقدين للحق، يعني الحق هو واضح اليوم. المواطن من هو المسؤول عن المواطن؟ المسؤول عن المواطن هي الدولة. من يحمي المواطن؟ هي الدولة من تحمي المواطن. من يعوض المواطن؟ هي الدولة من تعوض المواطن. نعم. لأنه بالأساس من أفقد الأمن للمواطن هي الدولة، هي خلت المواطن يفقد الأمن. من يعني أسباب سيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى والمحافظة الأخرى بسبب من؟ بسبب سوء تصرف وإدارة الدولة. إذا اليوم المواطن ما يتحمل هذه المسؤولية، مو هو اللي يحمي الدولة، الدولة هي اللي تحمي المواطن. ولذلك على الدولة أن تكون مؤهلة لهذه الحماية وأن تكون مؤهلة لدفع التعويضات لهذا المواطن، لأن ما جرى هو بأسباب الدولة. لو لم تكن الدولة عاجزة عن إدارة المحافظات وحفظ أمنها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. ولذلك اليوم المواطن له حق على الدولة. في كل دول العالم المواطن هو يمتلك الحق على الدولة، ليس الدولة هي من تمتلك الحق على المواطن. هناك ما يسمى بالالتزامات الحقوق والواجبات. اليوم أنا علي واجبات، بس بالمقابل إلي حقوق على الدولة. هذه اليوم اللي دنعاني من عنده أنه الدولة مدى تنطي حقوق المواطن. يعني أنا أسلفت اليوم قبل شوية أنه إذا هذه البيوت اللي تدمرت، لو الدولة جادة وحقيقية أن تريد أن يزدهر الاقتصاد في نينوى وإعادة النازحين وتشغيل اليد العاملة، أن تعوض كل مواطن حتى بمبلغ بسيط مثلا ولو 10 مليون دينار، يعني ما راح يأثر على الميزانية هذه ولا راح يوقف التعاملات الدولية مع العراق ولا راح يوقف العراق، يعني هي مبالغ بسيطة لأعداد دمرت منازلهم بشكل كامل. أنت من تنطين هذه، من تنطي الدولة هذه السيولة لهذا المواطن يستطيع أن يعيد بناء جزء من داره، قسم من هذه الدار، ويستطيع أن يتكفل هو بالجزء الآخر، وبذلك نكون أمام حركة اقتصادية نستطيع أن نمضي نحو مرحلة أخرى. لكن اليوم عندما أتحدث عن مسؤولية الدولة الرئيسية وهي مثلا البنى التحتية، لم تقم الدولة بهذه المسؤولية. عندما أتحدث عن مسؤولية الدولة أمام المواطن، لم تقم الدولة بهذه المسؤولية. إذن أين الحق يعني الذي أتكلم عنه؟ إذا كانت الحكومة مسؤولة من المواطن، سيدي إذا كانت الحكومة مسؤولة من المواطن من الموصل، لاحظنا أن هناك إعادة إعمار وهناك بنى تحتية وخدمات، ولكن لا وجود لأبسط الحياة الأساسية للمواطن. سيد العناز، هل هناك برأيك رؤية حكومية لإعادة إعمار العراق سنشهدها في السنة المقبلة، لن نقول الأيام المقبلة؟ تعودنا على جميع الحكومات ومنها هذه الحكومة أن نسمع أكثر مما نرى. فقط برامج حكومية تعلن بداية تشكيل الحكومات في مجلس النواب، هذه برامج عندما نراها برامج نموذجية، برامج ليست تنعش الاقتصاد العراقي بل تنعش الاقتصاد العربي ككل، ولكن أين هي من حقيقة المرض؟ لا زالت هناك على الحكومة أن تكون جادة في مكافحة الفساد. ليس نحن نعيش الفساد السياسي، هناك فساد اقتصادي، تفعيل مجلس الأعلى للفساد. على الفاسدين معروفين، قياداتهم معروفين، رؤوسهم معروفين، على الحكومة أن تكون جادة إذا أرادت أن تعيد بناء العراق من جديد. أنا أرى أن الحكومة لحد الآن لا توجد لديها برامج حقيقية، لا توجد لديها رؤية صحيحة إلى بناء العراق، إلى كيفية العراق. الآن مشكلة اقتصادية تعاني منها العراق، ومشكلة المحاصيل الزائعة والجميع ما نراها من حرق، خصوصا هناك خسائر، يعني خسائر العراق تعد بالمليارات من بعد سقوط الموصل. شكرا لك سيد الباحث إياد العناز، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر من بغداد النائب الصادق بق محمد نوري العبد ربه، أهلا بك معنا أيضا.
ملفنا الثاني، كشفت أمانة بغداد عن تعرض كوادرها 12 إلى اعتداء مسلح خلال أسبوع واحد لتنفيذ القانون ورفع التجاوزات في مجمعات العاصمة وأحيائها التجارية. وتخشى الأمانة من ترك كوادرها العمل جراء تكرار الاعتداءات التي وصلت إلى استخدام السكاكين وإطلاق النار على عجلات حكومية. خطاب عادل يتابع. 12 حالة اعتداء سجلتها بغداد خلال أسبوع واحد، طالت موظفين في أقسام التجاوزات والمنتسبين في بلديات أحياء العاصمة، آخرها تلك التي حصلت في قاطع بلدية الرشيد أثناء تطبيق قرارات إزالة المتجاوزين، وسرعان ما تطور الأمر ووصل إلى مهاجمة الموظفين بإطلاقات نارية. هذا ما تحدث به رئيس اللجنة الذي اتهم ميليشيات وعصابات تقف وراء هذا الاستهداف. أثناء إزالة أول مغار اللي كان مال مصدخ مال الأغنام، تعرضنا إلى إطلاق نار، وتعرض عندنا شرطي من الأمانة تعرض إلى إصابة برأسه، وبعدها عندنا قاموا طلعونا من جهة أبو تشير وطلعونا من جهة العلوة، ضربوا عندنا سيارة تابعة للمدير مسؤول قسم النظافة الأستاذ فارس. أكو مناطق هنا يعني مسيطرة عليها ميليشيات، يعني أول ما نطب يعني إحنا تابعين لفلان جهة وإحنا لفلان صفحة ولا حد يوصل لنا، ويعني عندهم ظاهر خلينا نقول يعني مسنودين من قبل أحزاب كبيرة، فدنعاني خاصة عندنا قاطع الرشيد، عندنا مناطق مثل البياع، حي العامل، حي الجهاد، الإعلام. أما في القاهرة والشعلة والصليخ فكان السلاح الأبيض حاضرا لضرب عمال أمانة بغداد، بل وصل الأمر إلى زج الموظفين في السجن بعد إزالتهم لتجاوزات قرب جامع النداء. وصلت التعدي بالسلاح، تعدي بالسلاح الأبيض، التجاوز وتهديد الموظف، الوصول إلى نقل المشكلة مال دائرته ويصير هاجز داخل عائلته، فهذا نلاحظها بمجمل. تعرضوا موظفيني؟ تعرضوا موظفيني بساعات متأخرة من الليل، يتهددون تهديدات خاصة. الفرق البلدية في بغداد تتحدث عن مخاوف كبيرة، حتى اضطر قسم منها إلى ترك العمل خشية التصادم مع جهات متنفذة تدفع باتجاه استمرار العشوائيات والتجاوز على الملكيات العامة. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد. وللحديث عن هذه التجاوزات والعشوائيات في بغداد معنا المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهراء. أهلا بك معنا سيد حكيم. إزالة التجاوزات تثير استياء أصحاب البسطات والعربات وعربات البيع المتنقلة، بالمقابل يتعرض موظفو أيضا أمانة بغداد للاعتداءات بمختلف الطرق. ما شكل هذه الاعتداءات وكيف يتم إزالة هذه التجاوزات؟ تحية لكم ولمن يشاهد قناتكم ولمن يسمع هذا البرنامج. بالنسبة لأمانة بغداد، حقيقة جزء من مسؤوليتها هي رفع التجاوزات، لكن هذه التجاوزات أصبحت من التحديات الكبيرة التي تواجهنا، لأن هناك أضرار بمصالح بعض الناس، وإن كانت هذه المصالح يعني غير مشروعة، لأن المتجاوز هو لم يأخذ مكانه بشكل أصولي أو باستحقاق، إنما هو يعني يعمل لفائدته. في كثير من الأحيان كنا نتعاطف مع هؤلاء الناس بسبب ظروف البلد والأوضاع اللي يمر بها البلد، فنتعامل مع المتجاوزين بطريقة ربما فيها نوع من التراخي، لكن أحيانا وصل الأمر إلى حد يعني إعاقة للطريق واستغلال لمسير يعني خط حركة الناس، ويعني إرباك في المشهد وتشويه للمنظر، فقمنا بإبلاغهم بضرورة إخلاء هذا المكان أو ذاك، لكنهم الحقيقة البعض بدأ يتمادى ويواجه رجالات البلدية بطرق يعني
يعني طرق ما شكل الاعتداءات سيد حكيم؟ سيد حكيم ما شكل الاعتداءات على موظفي أمانة بغداد؟ يعني الحقيقة أمانة بغداد واجب الموظفين الأمانة يقومون بواجبهم رغم كل هذه التحديات، رغم كل الجراحات، رغم التهديدات اللي يتعرضون لها، لكنهم مقتنعين بأنهم يقومون بواجبهم وبمسؤوليتهم، وهم يعملون تحت خيمة الدولة وهم جهة مدنية. يعني الموظف الأمانة رجل مدني ليس عسكري. قد احنا نستعين بشرطة الأمانة بننسق مع عمليات بغداد، لكن هذا واجبنا ومسؤوليتنا أنه نرفع التجاوزات. لكن الذي يحدث الحقيقة هناك من يستغل ظروف العمل ويقوم ب يعني اطلاقات نارية، احيانا تهديد العاملين، احيانا تهديد عوائلهم، لكن هذا الحقيقة ما يفك في عضد العاملين، وهو يقومون ما دام هو هذا جزء من مهامهم ومن مسؤولياتهم. سيد حكيم، هل هناك يعني طالما ان هناك يعني استياء من اصحاب البسطات وعربات البيع المتنقله لانها ارزاقهم وحياتهم الى اخره، ولكن كما اشرت انهم يضعوها في اماكن غير صحيحه وبالتالي فهي تجاوزات، هل هناك اماكن مخصصه لهؤلاء الاشخاص ليضعوا فيها البسطات واماكن رزقهم وعملهم؟ يا ست، هذا الموضوع يختلف من مكان إلى آخر. نحن نعمل قدر الإمكان، يعني الدوائر البلدية تحاول قدر الإمكان تنظم عمل هؤلاء الناس. هذه الطبقات يعني نحن نشعر بظروفهم وأوضاعهم ونتعاطف معهم، ولكن أحيانا يكونون عبء. يعني مرة لما مثلا قمنا برفع تجاوزات في منطقة الباب المعظم قرب الجامعات، كان بالقرب منهم سوق فحولناهم إلى السوق وانحلت المشكلة. يعني مرة مثلا في المنصور رفعنا التجاوزات ووجدنا ساحة نظمنا عمل الباعة المتجولين. أحيانا مثلا في منطقة الحادثة الأخيرة يعني بين الدورة وبين الرشيد، يعني هناك مكان مخصص حلوة الرشيد، أسواق وأماكن مخصصة داخل هذه العلوة. البعض يخرج خارج العلوة ويضايق الشارع، فهؤلاء الناس يعني لسنا مسؤولين عن كل فرد كيف ننظم حياته. نحن نسعى قدر الإمكان إذا وجدنا مساحة أو مكان نقوم بتنظيم هذا العمل، لكن أحيانا المكان قد يكون هناك اكو بدائل. يعني لابد يعني سيد حكيم بالتاكيد امانه بغداد تقوم بعملها والموظف بالنهايه يقوم بما يعني يقال له ان يفعل ذلك او 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 لا، لكن في النهايه يعني عليكم باعطاء فرصه ايضا لاصحاب البسطات وايضا لاصحاب من يترزقون من هذه البسطات، اعطائهم فرصه بان يخرجوا من بسطاتهم الى الاماكن المعنيه أو المخصصة لهم. هناك من يقول أيضا أنكم تقومون بأعمال ويعني تقومون بإزالة هذه البسطات بطرق تعسفية ما تقابل باعتداءات، كيف ترد على ذلك؟ والله كثير من الأحيان يعني هؤلاء الناس نعطيهم إنذارات ونبلغهم، وأحيانا نستخدم الصوتيات يعني حتى نوصل لهم الصوت، ولكن البعض يعني لا يريد أنه يطبق القانون. يعني هو يعتبر هذا مكان فد امتياز خاص به، بالتالي يريد أن يبقى، فإحنا نضطر استخدام يعني الشفلات أو استخدام يعني الطرق لإزالة التجاوز. يعني هذا الموضوع لا يأتي فجأة، إنما يكون من خلال إنذار ومن خلال تبليغ، ولكن البعض الآخر يعني يحاول أنه يصر أن يصد بطريقته يعني
وانتم ذكرتوا تفاصيل من هذه. نعم، من هي أكثر الجهات المتجاوزة برأيك؟ والله أنا في كثير من الأحيان لا، يعني التجاوزات اللي تكون مثل هذه التجاوزات رفعناها قرب الأسواق هي تجاوزات فردية، ربما هم يعني له إلى أقارب، ربما إلى يعني البعض ربما يدخل تحت خيمة جهة معينة، لكن يعني لم نجد أحد من هذه الجهات المعروفة والمحترمة أنه يعني تقول أن هذا تابع لنا، أو يعني كلما في الأمر أنه بعض المنتفعين، والمنتفع يحاول يعطي نفسه بعض الصفات، لكن القانون على الجميع، والخلاف نرجع به للجهات القانونية، وبالتالي كل من وقف ضد البلدية. سيد حكيم، يعني أنت تقول أنها يعني أنت تقول أنها تصرفات، سيد حكيم أنت تقول أنها تصرفات فردية، ولكن ما تعرضتم له من ضرب السكاكين وإطلاق نار وإلى آخره، هل يعقل أن لفرد معين يترزق من هذه البسطة أن يقوم بهذه الاعتداءات الكبيرة والخطيرة تجاه موظفي أمانة بغداد؟ يعني لا ست، حتى أوضح الأمور. مثلا بلدية الرشيد، يعني عندما قامت البلدية برفع التجاوزات، معظم أصحاب المتجاوزين بيوتهم قريبة من المنطقة، وبالتالي استخدموا إطلاقات نار واستخدموا بعض الوسائل لأن مناطقهم قريبة، يعني معظمهم هم يسكنون في المنطقة القريبة. يعني الموضوع أنا حقيقة لا يعني أحول الموضوع إلى يعني لأنه المتجاوزين على الأراضي غير المتجاوزين في الأسواق. المتجاوزين في الأسواق معظمهم يعني عنده مصالح شخصية، قد تكون عوائل، أقارب، يعني مجموعة من الأهالي، يعني هم ربما. هل تنفي سيد محمد أن يكون هناك أحزاب، سيد حكيم، هل تنفي أن يكون هناك أحزاب قد تسيطر على هذه البسطات، تؤجرها، تستثمرها، أو وتجني الأرباح من ورائها؟ يعني هذا الموضوع ممكن أن يكون ضمن مافيات الأراضي وليس ضمن البسطيات. بسطيات الحقيقة جهات منتفعة، يعني لاحظناهم في الكرادة ولاحظناهم، يعني قد تكون عوائل معينة مستفيدة من يعني هذه. يعني ألا يمكن أن تسيطر الأحزاب على ساحات معينة وربما يعني تجني الأرباح من ورائها، من وراء عرض هذه البسطات؟ يعني قد يكون، يعني هم في مناطقهم منطقة فيها فضاءات واسعة، منطقة الرشيد قد تكون عندهم معلومات بهذا الخصوص. نعم، المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من منشط أحمر لهذا اليوم، إلى اللقاء.